ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ معاكم بلال اشرف. بصراحه كده انا وانت ابو زينا من 2020 وقلنا ايه نسكن بالسنه دي كده ايه ونخش على 2021 ولا حتى 2022 يكون كاس العالم ايه جاي، ايه يا دوبك نلحق نحجز التذاكر ونسافر بقى للمستقبل وما نرجعش تاني للعالم ده. حلو، فانت دلوقتي انسان غلبان كتبت على جوجل عايز اسافر للمستقبل واكتشفت ان البرت اينشتاين نظريته للنسبيه اللي كانت ساند على مبدئين. اول مبدا ان قوانين الفيزياء ما بتتغيرش حتى لو اتحركت الاجسام كلها بالنسبه لبعضهم البعض، والمبدا التاني بيقول ان سرعه الضوء هي ثابته بالنسبه للكل بغض النظر عن تحركهم بالنسبه لمصدر الضوء ده. انا حاسس كده ايه مفوت الكلام ده كده شايفه عادي. لا بعد اذنك اهتم، بعد اذنك تاخد هنا تعالى، بعد اذنك اهتم. ايوه كده شاطر. الكلام ده مهم جدا. ليه بقى؟ تخيل لو انا معايا عربيه وماشيه على سرعه 70 كيلومتر في الساعه وقدامي عربيه تانية ماشيه على نفس السرعه اللي هي 70 كيلومتر في الساعه، ولو انا قاعد جوه العربيه دي وعايز اقيس سرعه العربيه التانية، لما اجي اقيسها هكتشف ان السرعه 140 كيلومتر في الساعه مش 70 كيلومتر في الساعه. ليه؟ لان انا السرعه اللي انا قستها دي هي نسبيه بالنسبه للسرعه بتاعتي انا. فانت عشان تحسب سرعه العربيه اللي بجد اللي هي 70 كيلومتر في الساعه محتاج ان انت تكون ماشي على سرعه صفر او جسمك ما بيتحركش خالص عشان تعرف تقيس سرعه العربيه التانية بجد. فالسرعه اللي انت قستها دي اللي هي 140 كيلومتر في الساعه دي هي سرعه نسبيه مش السرعه الحقيقيه للعربيه. حلو، سرعه الضوء بقى غير كده تماما، ان سرعه الضوء ثابته مهما كنت واقف بتتحرك ماشي على سرعه عاليه جدا، سرعه الضوء لسه زي ما هي 300 الف كيلومتر في الثانيه ما بتتغيرش. والكلام ده مهم جدا لان هو ده اللي خلانا نفسر ان كل ما السرعه بتقرب جدا من سرعه الضوء كل ما الوقت بيعدي ابطا. ده بالمناسبه اللي احنا قلناه في الفيديو اللي فات، لو لسه ما اتفرجتش عليه هتلاقيه لك في الاي فوق على يمين هنا او هتلاقيه تحت في وصف الفيديو. انت عارف الكلام ده معناه ايه؟ معناه انت فعلا ممكن تسافر للمستقبل بس مش هترجع تاني خالص بقى، خلاص يابا اللي فات مات. وعشان كده قلنا هنقول لكم النهارده خمس طرق تعرف تسافر بيهم عبر الزمن للمستقبل. اول طريقه معانا وهي السبيد او السرعه. زي ما قلنا قبل كده بالنسبه لنظريه اينشتاين ان كل ما السرعه بتزيد كل ما الوقت بيعدي ابطا. فانت دلوقتي عشان تتحرك بسرعه قريبه جدا من سرعه الضوء تعمل ايه؟ تروح عند سبيس اكس عند عمك ايلون ماسك، تروح تقول له ايه بكام الساعه؟ بعد ما تعرف الثمن تقوم مأجر لك ساعه كده ساعتين ايه في الفضاء، شوف بقى الساعه الساعتين دول انت هيعدوا عليك دول هيعدوا بكام سنه ارضيه. فتكتشف انت مثلا الساعه ساعتين اللي عدتهم دول اخدوا منك سنه او سنه ونص من السنين الارضيه بتاعتنا، وترجع تلاقي بقى ايه يا دوبك 2020 خلصت ويا دوبك ايه 2022 داخله، يا دوب تلحق تحجز لك تذكرتين ولا ثلاثه كده ايه من كاس العالم عشان تلحق تسلك كده بقى وترفع عن نفسك، لانك مشيت بقى بسرعه عاليه جدا من سرعه الضوء ده. الساعه او الساعتين اللي انت خدتهم في الفضاء ممكن يكونوا عدوا هنا على الارض فعلا بسنه او سنه ونص. فيا دوب بقى ايه تكون خلصت كل الظواهر اللي ما كانتش عاجباك، كورونا دي ان شاء الله تكون مشيت وايه وتكون ريحت نفسك من كل المشاكل اللي ممكن تحصل. تاني طريقه معانا بقى وهي الجرافيتي او الجاذبيه. البرت اينشتاين برضو احنا ما لناش عم غير العالم ده ولا ايه؟ اينشتاين قال لنا ان كل ما تحس بالجاذبيه اكتر كل ما الوقت بيعدي ابطا. التاثير ده اتقاس في سنه 2010 علماء فيزيائيين في امريكا في النست اللي هي ناشونال انستيتيوت اوف ستاندردز اند تكنولوجي، حطوا ساعتين ذريتين في رفين منهم واحده فوق الثانيه ب 33 سنتيمتر. ساعتين الذريتين دول هم ادق ساعات بيقيسوا الوقت في العالم كله. لقوا ان الساعه القريبه اكتر من الارض دقتها بتبقى ابطا، فده معناه فعلا ان كل ما بتقرب اكتر من مصدر جاذبيه كل ما الوقت بيعدي ابطا. بس احنا طبعا عشان اجسام كبيره محتاجين مصدر جاذبيه عالي قوي عشان فعلا نسافر المستقبل زي البلاك هول مثلا. بس في بس مشكله صغيره انت تقول لك عليها، ان تقريبا لو رحت البلاك هول غالبا مش هترجع تاني. اكبر مثال على تاثير بقى تباطؤ الزمن ده هو الجي بي اس اللي عندنا في الموبايل. لو ما كانتش سرعه الساتلايتس دي والجاذبيه اللي بتحسها بتاثر فعلا ما كانش هيعرف يصحح لك الطرق بسرعه ولا كان هيعرف موقعك فين عشان تعرف تمشي اصلا. فده برضو بيدل على انك كل ما السرعه بتزيد او احساسك بالجاذبيه بيزيد كل ما الوقت بيعدي. تالت طريقه معانا بقى وهي السسبندد انيميشن او تعليق الحركه، وهي طريقه ثانيه برضو بتقلل بيها ادراكك للوقت او بتوقفه خالص. يعني بتوقف عملياتك الجسديه لفتره كده وبعد كده بتشغلها تاني. الجراثيم البكتيريه ممكن تعيش ملايين السنين في حاله تعليق الحركه دي لحد ما الظروف المناسبه ترجع من تربه وحراره واكل لحد ما الميتابوليزمز بتاعتهم ترجع تاني. بعض الثدييات بقى زي الدببه والسناجب بيقدروا يقللوا من الميتابوليزمز بتاعتهم دي وقت البيات الشتوي. الخلايا اللي بتتطلب اكل اكسجين دي بيوقفوها لفتره. فهل من الممكن الانسان يعرف يعمل كده برضو؟ يعني انك توقف الميتابوليزم بتاعتك تماما دي صعبه جدا قوي، صعبه جدا علينا بالنسبه للتكنولوجيا بتاعت اليومين دول. في بعض العلماء اشتغلوا على ان الانسان ممكن يقعد في بيات شتوي زي الدببه كده بس فتره صغيره لمده كام ساعه كده، وفي الاخر اكتشفوا ان الانسان ممكن يقع في مشاكل صحيه او ممكن يحصل له ازمه قلبيه يا دوب لو ما لحقوش بيه المستشفى ممكن يموت دلوقتي. بس هم الحمد لله يعني لما عملوا التجربه دي لحقوا الراجل ودوه المستشفى بسرعه ولحقوه. يعني في طريقه ثانيه بقى بتستحس اعاقه انخفاض الحراره بانهم بيبدلوا الدم في الجسم بمحلول ملحي بارد كده. التجربه دي اشتغلت على خنازير ونفعت فعلا، ودلوقتي لسه يا دوب بيجربوها على الانسان في بيتسبرج في امريكا، بس لسه يعني لسه الموضوع ما كملش. بس انا اضمن لك
لو انت خنزير الطريقه هتشتغل معاك حلو قوي. رابع طريقه معانا بقى وهي الورم هول او الثقب الدودي. بالنسبه لعم اينشتاين سمحت لنا بامكانيه الطرق المختصره في الزمكان. الطرق دي هي الورم هول اللي ممكن تبقى كوبري لقطع ملايين السنين الضوئيه او اكتر كمان ونقاط مختلفه في الزمن. علماء كتير منهم ستيفن هوكينج معتقدين ان الورم هولز دي بيظهروا داخل وخارج المقياس الكمي، بس الخدعه هنا بقى انك تقفش واحده منهم وتنفخ فيها لحد ما توصل للمقياس البشري. هي طبعا حاجه هتحتاج طاقه كبيره جدا بس ممكن تحصل نظريا يعني، بس للاسف اثبات الطريقه دي فشل بسبب التناقض الكبير بين النسبيه العامه وميكانيكا الكمي. خامس واخر طريقه معانا بقى هي يوزنج لايت او استخدام الضوء، ودي فكره قالها الفيزيائي الكبير روملت، وفيها بتستخدم اسطوانه دواره من الضوء عشان تلوي بيها الزمكان. اي حاجه هتقع جوه الاسطوانه دي نظريا هتتسحب جوه الزمان والمكان، زيها زي الفقاقيع بالظبط اللي بتطلع على وش فنجان القهوه بتاعك كده لما بتقلب المعلقه في القهوه وتعمل زي الدوامه كده. بعد نشر النظريه دي سنه 2000 عمرون مالت حاول يجمع فلوس كتير عشان يدفع لاثبات النظريه دي التجربه. التجربه بتشمل نيوترونات من خلال ترتيب دائري كده لاشعه ليزر دواره. افكار الراجل ده ما تمسكش بيها الفيزيكس كوميونتي للاسف، بحجه ان احد افتراضاتنا موسكو الاساسي مبتلى بالفرديه او السنجولاريتي بتاعته يعني، او بلغه الفيزياء كده من الاخر ده مستحيل يحصل. بس في الاخر يا صديقي محدش فينا يعرف ايه هو الزمن، بعد ما نيوتن كان شايفه خط مستقيم خالص ما بيوقفش ولا بيتجزأ نهائي ولا عمره ما يقطع ولا عمره ما هيقصر، خط مستقيم على طول. جالنا اينشتاين واثبت لنا العكس بان هو نسبي وان هو يعتبر فعلا البعد الرابع في حياتنا او في الفضاء. بس انا بقى لو منك بصراحه اول ما احس ان هيحصل اي مشكله كده على طول او مسافر لي كده ايه سنه سنتين في الفضاء وارجع تاني تكون المشاكل دي ان شاء الله خلصت وريح دماغي. بس كده طبعا لو عجبك الفيديو تعمل لايك وسبسكرايب، لان لو منك بقى ايه ابطئ الزمن وسافر للمستقبل وخلص كل الحلقات اللي اشوفها وبعد كده ايه ارجع يكون نزلنا 10 15 حلقه كده اتفرج عليهم كلهم مستمتع. شارك بقى الفيديو مع اصحابي عشان الموضوع كان شيق جدا. وبس سلام.